الأمور كلها تمام؟ إيه بس رودرا شبك؟ رودرا شو صار لك؟ رودرا؟ رودرا؟ لازم ناخذ رودرا على المشفى لأنه فجأة وقع على الأرض. لا مدام، ما فيك تعملي هيك بنو. بترجاكي تهدي مدام، ما بصير تعملي هالشي، اهدي شوي رجاء. هو مجرم، لهيك لهيك لازم اقتله. هذا واحد قاتل، زلمه مجرم ولازم يموت، لازم اقتله. مدام اهدي شوي، اذا قتلتيه ما رح ترجعي حدا للحياه. مدام اسمعيني، نزلي هالمسدس. ها يلا نزلي بهدوء. نزلوا سلاح كلكم، نزلوا، ما حدا يتحرك. مدام استني، مدام رح تكوني عم ترتكبي أكبر خطيئة إذا بتنتحري، لا تعملي هيك. لازم تعيشي مدام، هي الطريقة الوحيدة لحتى تقدري تثبتي براءتك. بترجاكي تنزلي. ها؟ ويمكن كل شيء يرجع لوضعه وترجعي على ضيعتك وبيتك. ما بدك ترجعي عند أهلك؟ نزلي، نزلي المسدس.
مدام مدام لا تخافي واهدي. يلا تعوا حملوه. هدي مدام. سيدي هدي شوي سيدي. اهدى شوي. يلا ارتاح هلا. وضعك كان كتير صعب وكان لازم نجيبك على المستشفى. لازم ترتاح منيح. بتعرف انه الاصابه بظهرك لها يومين ما؟ ايه بعرف. سياده الرائد هذا ماله خدش عادي. هالجرح ضربه سكين وما بتشفى بشويه معقمات ومراهم اكيد. لهيك لازم ترتاح منيح هلا. وين البنت امان؟ سيادة الرائد لو كانت السكينة اخترقت 5 سنتي زيادة كانت صابت الرئة وكان الوضع أسوأ. النزيف الداخلي كمان لسه ما توقف وبده وقت. كتر خير الأطباء اللي باشروا بالعمل الجراحي وبشكل إسعافي. أنا ممنون لكل الأطباء لأنهم أنقذوا حياتي وقاموا بكامل الواجب. إمتى فيني أطلع من هون؟ بدك وقت. لازم تبقى مرتاح بسريرة مدة 3 أيام على الأقل، وإلا رح اضطر أعطيه مخدر لأضمن إنه يبقى نايم بالسرير. أمان وين البنت؟ بترجاك اللي هلأ وينه؟ يعطيك العافية. روحي هلأ لازم أفحصها. ماشي دكتور. كيف حاسة حالك هلأ؟ ما بدي شي يشغل بالك. في عندك ضعف عام بجسمك، عليكي حرارة بسيطة بس مو أكتر. غمضي عيونك وحاولي إنك تسترخي وتنامي شوي. نفس الطبيب اللي كان هون رح يشرف على وضع الصحي بالمشفى. البنت ما أنا بأمان أبدا. لازم روح فورا. سيدي سيدي لا سيدي لا ما رح اتركك تتصرف هيك. ما عندك فكرة عن وضعك قديش هلا خطير. صريح باراباتي، بس توصل على المشفى لازم تقتلها بأي طريقة. تقتلها حتى لو اضطريت انك تعمل هذا الشيء بمركز العلوم الكيميائية. لازم المهمة تتنفس. اعتبر هالشي صار. هدي سيدي ارتاح شوي. انا بأمن الحماية المطلوبة لغرفة البنت. هذا الشيء ما بيكفي بنوب. انا متأكد انه البنت بخطر. لازم تكون معي. تصرف ونقل على غرفتي. سيدي لهون؟ أمان هاي الغرفة كبيرة، بتحطوا سرير تاني هون. يلا. وشو مشان الدكتور؟ الدكتور بيعتبرها مجرد مريضة، أما بالنسبة لي فهي بتكون الشاهد الوحيد. تحرك. حاضر. شوفي سيدي، أنا اللي دخلته على المشفى. لو سمحت بدي أعرف كيف صار وضعه.
كيف صار وضعه هلا؟ أحسن، وضعه كتير منيح، في شوية حرارة بس عم تتعافى. طيب منيح، بس عندي أوامر من سيدي ولازم أقول لك إياها. يا ريت تفضل معي. تفضل. كيفك هلا؟ أحسن من أول. من كم سنة ما شفتك؟ 12 13 15 15 سنة؟ من 15 سنة؟ لسه بتتذكر؟ كيف كنت تسألني من زمان؟ وانت صغير كنت تقلي امتى رح يصير في عندي شوارب مثلك؟ كنت توقف عطول قدام المراية وتطلع بحالك، وليكك هلأ رجال معبي مركزك وشواربك صاروا أكبر من شواربي كمان. أنا ما كنت مداوم، بس أنت التحقت بالخدمة قبل مني ودريت أنك تعينت هون. ابني؟ كيف الوالد ابني؟ كأنه لسه ما رجع، ما عاد سمعت عنه شيء. بعتذر. بصراحة ما صار لي فرصة أبداً إني أحكي معه بهاي المدة. بعرف إني مقصر كتير. ليك ابني، أنت احكي معه عني إيه؟ وطمني عليه أرجوك، لأنه أنا الحقيقة كتير خجلان. شرطي تنفير رانفات. أنت هلا عم تحكي مع معلمك وبتصور إنه في طريقة معينة لازم ما تتجاوزها. دايما في أصول لتلتزم فيها لما بدك تخاطب رتبة أعلى منك، وأنا هلأ هي الرتبة. شفت منك تعاطف كبير بالتعاطي مع المشتبه فيها، وإذا بتقرب منا أو مني فرح تكون العواقب عليك سيئة. هذا آخر تنبيه لك. واضح؟ أمرك سيدي. سيادة الرائد هالشي ما بصير. أنا الوحيد المسؤول بالمشفى هون،
وبدون معرفتي أو إذني. شايفك نقلت مريضة لغرفتك بدون ما تاخذ رأيي حتى، غير إنه اللي عملته اسمه تعدي على صلاحياتي، في إمكانية لنقل العدوى كمان. كيف تتصرف هيك؟ دكتور حاول تتفهم. أمان، المهمة الثانية تمت؟ المهمة الثانية؟ أي مهمة؟ كمان بدك ترحلني من هون ما هيك؟ وما عاد باقي غير إنك تاخذ شغلي وصلاحياتي. سحبت اسم المريضة من السجلات، ومن هلا أنا المسؤول عنها. مثل ما أمرت بالضبط، المهمة تمت سيدي، كله تمام. عذرني سيادة الرائد، نحن هون مالنا بصحة معركة أبداً، هذا بيكون اسمه مشفى. المشفى هلا برأيي أخطر بكتير من ساحة المعركة، لأنه بساحة المعركة بتقدر تحدد منيح من وين جاي الطلقة، ولوين ممكن إنه تروح، ومين رح تقتل. ليك دكتور، أنا وإنت هلا بدنا سلامة المريضة طبعاً. إنت شغلتك تهتم بالعدوى، وأنا شغلتي اهتم بالأعداء اللي حولها. ولهيك يا ريت تسمعني منيح قبل ما تعطي المريضة أي شيء، تسألني لإلي. وإذا عندك مشكلة بالموضوع منروح لمكان تاني ومنشوف غير مشفى. واضح؟ هذا مضاد التهاب، بفضل انك تاخده لانك بحاجتك، ضروري كتير لك مشان يتعافى الجرح. الرائد رودرا، شايفك كتير مهموس بالتحريات، بس بعد ما تاخذ هذا المنوم اللي اعطيتك اياه ما رح يكون في لك حيل تتحرى عن اي شيء ابدا يا سياده الرائد. تصبح على خير. تصبح على خير. دكتور لا تحرموهم، لا تحرموا ماما، بترجاكم
أنتي لا تتركوني، بترجاكم ما بدي روح، بترجاكم بدي ماما وبابا. عمتي 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 بترجاكي، بترجاكم لا تتركوني، ما بدي روح. عمتي لا تتركيني، عمتي عمتي أنا خايفة كتير، ما بدي روح، ما بدي روح، بترجاكي. عمتي عمتي بترجاكي، بترجاكي عمتي، خليني مع ماما وبابا، ما بدي روح. عمتي عمتي خليني عايشة معي. عمتي بترجاكي، عمتي خليني معك، ما بدي روح، ما بدي روح معهم، هدول مجرمين. عمتي 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 خليني معك. عمتي بترجاكي لا تتركيني لحالي، ما بدي روح معهم. عمتي عمتي لا، خليني معك. عمتي خليني معك، خليني معك، خليني معك. عمتي عمتي بترجاكي، عمتي ما بدي روح مع هدول المسلحين. عمتي خليني معك، عمتي بترجاكي، هذا واحد مجرم. عمتي لو سمحتي. इनका साथ है जैसे माटी सम कुम्हार, खलास माटी बन जावे है मूरत, लागे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे ये साथ, खलास माटी बन जावे है लगे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब हो साथ, दिल की धड़कन सुनी सुनी सांसें भी अधूरी, आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी, हो दिल की धड़कन सुनी से भी अधूरी, आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी, रहे क्यों रूठा रूठा तू मन बसिया, रंग रसिया रंग जाने في أبدا. لا لا اهدي، لا بعد عني، ساعدوني، خلاص خلاص ساعدوني، بعد عني بعد عني ساعدوني ساعدوني، لك اهدي شوي، بعد عني بعد عني بعد، شو جنيتي؟ خلاص بعد، خلاصي شو صار لك؟ شوفي شو عم تعمل عندك دكتور، لو سمحت خلصني منه، ما بدي ضل هون مع هالمجرم هاد، بترجاك. سيادة الرائد، السجينة تعبانة كتير، تسمح تطلع لبرا وتخلي الممرضة تدخل مشان تفحصها هلا؟ تفضلي فحصي المريضة. ماشي دكتور. لو سمحت تعال. رجاء لو سمحت تفضل. بدك تطول بالك عليها، انت بتعرف منيح شو شافت اليوم وقديش مات ناس قدام عيونها ومنهم من عيلتها، وهالشي مو سهل، بدك تسايرها لحتى تضل عايشة. لا ما راح تموت، ما بظن سهل، حسب خبرتي هيك نوع من المرضى
ما بيتحسن وهيك، الأفضل إنك تبعد عنها لتتحسن حالتها بسرعة، وإلا ما رح تضل عايشة. هاي سجينتي أنا، وضروري ضل بنفسي عم راقبها وتضل تحت عيني. وأنا بكون دكتورة وبعرف شو لازم أعمل، لهيك لازم انقلها من هون هلأ، لازم قبل فوات الأوان، ضروري انقلها فورا من عندك على غير غرفة. مستحيل. شوف حالة البنت المسكينة لوين وصلت، حقها تقول مجرم. وكمان هي لا دكتور، رجاء لو سمحتي بدي اطلع من هون، بترجاكي انك تساعديني، بدي اطلع من هون. اللي عم تعمليه بحالك ما نصح ابدا يا بنتي، انت ما اكلتي ولا لقمه من وقت ما اجيتي، هلا كلي اكلك وبعدين نامي لك شوي. ها؟ ايه ايه حبيبتي، هاد هو الصح اذا فعلا حابه تروحي على بيت اهلك. لازم تاكلي اكلك لتصيري قويه وتقدري توقفي وتروحي لعندهم، والا ما رح تتحركي من هون. لكن بنتي انتي شو مفكره يعني؟ لحتى تقدري تقومي لازم يكون جسمك قوي مشان تتحمل. ما عن جد؟ اذا اكلت بتخليني روح؟ اكيد بنتي، بس بشرط اذا اكلتي اكلك كله. سيدي الاخبار مطبوله بحادثه اليوم وحاطه الجيش بموقف صعب، عم تتهمه بكتير امور غلط، وكل قناه بتحكي شكل. ليش عم تبكي؟ شو عم يصير معك؟ استاذ، خبرت البنت الحلوة إنه فيها تروح على البيت بعد ما تخلص أكلها كله، بس ما صدقت. ومين اللي قال هالحكي هاد؟ عم تضحكي عليها؟ ليش عم تضحك؟ سيدي هي قصدها تقول إنه هذا الأكل وصفات من المطبخ الهندي المقصد، إنه بيقوي سيدي. إيه أستاذ، إذا أكلت كل أكلة رح تصير قوية وتتعافى. يلا، بدك تخلصيه كله. يلا. أمان، انتبه عليها منيح. بدي اياها تضل هون، حط عليها حراسة ليلية منيحة، وخبر الممرض انقلني أنا. حاضر سيدي. جوزي الغالي، شو واقف عم تعمل عندك بالموبايل؟
جبت كل الطيور اللي طلبتهم ولا بدك يعني اطلب أكتر من هيك؟ الطيور كتير، طلب قد ما بدك. لا مهيني، ما في شي من هذا الحكي. إذا ما في شي من هالحكي ليش شارت؟ وبمين عم تتصل هيك بلا ما تنتبه لشي؟ حامل الموبايل ومانك مركز معنا بنوب. مع أخي. إيه مهيني، عم أحكي مع أخي. دلشي؟ مهيني، هو أكبرنا بالعيلة ولازم تحترمي شوي. دلشير، هذا اسمه وما بيهمني شعورك انت، وحتى لو كان هو أكبر واحد بالعيلة شو رح تعمل لي؟ وشيل موبايلك من ايدك فوراً قبل ما اشلفه لبرا. بعدين صار لك سنين عم تتصل فيه وهو مطنشك ما عم يرد، بقى ليش اليوم حاسس انه رح يرد عليك؟ دلشير ما رح يرد، لا تعذب حالك، حلك تيأس بقى. عفوا، عملت كل شي صح ما؟ لا، لسه في كم حيوان بالبيت، يا ريت تروحي تشوفي شو وضعهم. يلا. ليش لساتك واقفة؟ روحي شوفي إذا كل شيء مثل ما بدي، تحركي. اسمعي بنتي، بيكون سامرات وصل عجيبور هلأ، اطمنتي عليه؟ ايه. اسمعيني، لا تسألي عن ذاكرة عمك بقى إذا كانت منيحة أو لا، لأنه هالشغلات ما يقوس منها. من المسألة هلأ صرت سائل 4 مرات عن سامرات وإذا وصل، وأنا أكيد مني لحالي رح جاوبك وطمنك إنه كمان في ابنك سومير وصل عجيبور. طبعاً ما بيهمك وما أنك سائل عنه. ليكي، خبرت بارتا لتنتقل إذا حست إنه في شوب، وأنت فيكي تشتغلي بالمطبخ. شو ناطرة؟ روحي على المطبخ واشتغلي. بشو شارد هيك؟ هو رد رجع. مين هو؟ رودرا. جيبوا مي بسرعة لهون. انت منيحة حبيبتي؟ طمنيني. رودرا؟ ايه، وصار رئيس حرس الحدود. مبارح التقيت فيه بقسم الشرطة، عينوه مسؤول عن كل بيربور وصرت تابع لإله. منيح إذا بيوصل لأعلى المراتب، المهم ما يقرب من بيتي ولا يفكر يجي لهون ويعمل مصايب. نجاحه ما بيهمني بنوب. مهيني هو كان وقتها متصاوب وأنا بإيدي أخذته على المشفى وقتها. اللي انت وين لقيت هالولد؟ اللي لميته عن اي مزبله؟ كم واحد قتل هالمره؟ القدير يستر. مهيني هو صار شب، ما عاد الولد اللي بتعرفيه. كان بمهمه لما تصاوب وانا عم فكر انه نجيبه لهون. شو يعني تجيبوا لهون عبيتي؟ مستعدة اقتل حالي قبل ما يحط رجله هون ويدخل بيتي، عم تفهم علي؟ مهيني، هاد بيكون ابن أخي الوحيد، يعني حفيد العيلة، ابن أخي وإختك كمان. أختي كمان؟ ما أنا أختي، انسى هذا الشي. من يوم يلي هالفلتاني تركت جوزة وابنها بطلت تكون اختي بنوب. بس لعلمك ما رح خلي دلشير وابنه يحطوا رجلهم بهالبيت لو عجزتي.
وخود هذا وعد مني، بكسر رجليهم قبل ما يدوسوا بيتي. شلسي بالسيروم. لك احكي. استنى، واقف. شو اللي حطيته بالسيروم؟ سيدي سيدي سيدي، انت منيح سيدي؟ شو صار؟ انت روح وراه. حاضر.
كيف صار هالشي؟ مين هالدكتور؟ أنت منيحة؟ رودرا، أنت منيحة هلأ؟ في أي مشاكل؟ لا أبنوب، أنا ماني منيحة ولا رح كون منيحة. كيف بدي كون منيحة وأنا بعيدة عن أهلي؟ والأضرب قتل جوزي وأهله قدام عيوني. وطلع أنا لهلأ بفستان عرسي وقاعدة هون. كل اللي عم بطلبه منك إنه تخلي هالمجرم الحقير ما يقرب علي يا بنوب. ما بدي منك غير هالشي. أنا بس بدي تبعدوا هالسفة عني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.